قدام وهز قدام حط قدام الإدارة ما بغات خدام والإدارة ما بغات خدام وهز قدام حط قدام وهز قدام حط قدام الإدارة ما بغات خدام والإدارة ما بغات خدام ويا مسؤول يا جبان يا مسؤول يا جبان ويا مسؤول يا جبان ويا مسؤول يا جبان ما قبيلة يهان ما قبيلة يهان ويا مسؤول يا جبان ويا مسؤول يا جبان ما يهان اقتلونا اعدمونا اقتلونا اعدمونا اقتلونا اعدمونا اقتلونا اعدمونا ولادنا يخلفونا ولادنا يخلفونا اقتلونا اعدمونا وايش فار على صفار وايش فار على صفار وايش فار على صفار والمسؤول ما جايب خبار اشعلوا فينا العافية اشعلوا فينا العافية وهي 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 حكومة مافيا وحكومة مافيا اشعلوا فينا العافية اشعلوا فينا العافية وهذا عيب هذا عار وهذا عيب هذا عار وهذا عيب هذا عار وهذا عيب هذا عار هذا عيب هذا عار وهذا عيب هذا عار تارو دانت في خطر تارو دانت في خطر انت مجلس انت 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 وانت مجلس انت إدارة 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 مجموعة الصفارة مجموعة الصفارة إدارة 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 مجموعة الصفارة على الحكرة اللي ما بغينا وعلى الجينة الجينة وعلى الحكرة اللي ما بغينا وهي 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 يا سائق ارتاح ارتاح يا سائق ارتاح ارتاح ويا سائق ارتاح ارتاح يا سائق ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح سنواصل الكفاح ويا سائق ارتاح ارتاح رئيس المجلس البلدي اللي كنا درنا ليه مراسلات طلب لقاء مرارا وتكرارا عاد باش استجب للطلب ديالنا ومن بعد جلسنا معاه فعنا لي زعما واحد الطلبات اللي هي بسيطه معقوله اللي بخصوص البنيه التحتيه ديال مدينه تارودانت لما آلت اليه من الحفارين من اللي ضوضان اللي بغير طريقه قانونيه ولكن للاسف ما استجبش وما لبش لنا الطلبات وحنا ما كناش ناويين نديروا هذه الوقفه وخبرنا بانه راه في ظرف واحد 8 ايام غنديروا الوقفه على الله وعسى انه يلبي لنا هذه المطالب هذه ولكن للاسف ما درنا داك الشيء ديال كم حاجه تنقضينا بتركها حنا هو راه جالس دابا في البيرو مع راساتو خدمنا حنايا والسائق المهنيين وكذلك رجال الامن ورغم انها طلبات معقوله وتنحيي جميع الاخوان تحية لضالية وتحية لضالية للسلطة المحلية وللسلطة المحلية وتحية لضالية وتحية لضالية احنا كسائقين من ربع المملكة جاو الاخوان من السمارة جاو من الصحراء جاو من العيون جيت انا من مراكش الاخ جا من برشيط الناس ديال السطات الناس التمارة فهذا عيب وعار انني انا شخصيا اقسم بالله جيت 2005 لمدينة تارودانت ما بالي تبدل فيها والو فهذا راه عيب وعار راه سيدنا الله ينصروه تيقول لك خدم ولا سير في حالك حقوقي حقوقي دم في عروقي لن انسى فهذا راه ما يعنيش انه خفنا ولا ما بغيناش فاحنا راه الترفيه اللي كاينه انتهت انه الامن الله يكون ليه في العوان مع هاد الناس التعليم ووليداتنا ما بيناش نكبروا الموضوع احنا جينا دابا قلال واخا قلال تبارك الله راه كاينين الاخوان اقسم بالله وما كان الحوار حتى نحضروا المغرب كله وبصيره الاسره بصير فيها انا تنقولها عقلي لا نظري تنقول لكم هذا واحد الى هاد الناس هادو باش يتحاوروا معنا من طنجه الكبيره راه عندنا مجموعات واتسابيه جميع وسائل التواصل عندنا كنتواصلوا في ربوع المملكه وراه كاين بيجي عادات اللي تقدر هاد القصر هذا اللي كاتبين عليه ولا ذاك العجب راه ما باقيش تشوفه الله يجازيكم بخير نطالب بالحوار وبدينا نبدينا بدينا نبدينا
طالبنا حتى تحقق ما طالبنا. بيتنا 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 تتحقق ما طالبنا حتى